هذا التعاون يشكل خطوة نجاح جديدة في رحلة منصة فو نحو تمكين شباب الكويت ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم وتسليط الضوء على مواهبهم، حيث أنهم الثروة الحقيقية التي تتمتع فيها دولة الكويت. فقد تمكنت فو، وهي أول منصة شبابية متكاملة في دولة الكويت، لاحتضان المواهب الشابة في كافة المجالات، من تمكين العديد من الوجوه الشابة الكويتية التي أثبتت مواهبها وقدرتها على تخطي الحدود والوصول إلى الدول العربية والعالمية. فمن خلال رحلتنا القصيرة مع فو لامسنا تعطش الشباب الكويتي للمعرفة والمهارات، وهم في حاجة إلى الاستثمار بالمزيد من الفرص كالتدريب وبرامج الإرشاد والمبادرات. لذلك علينا جميعاً العمل على تثبيت هؤلاء الشباب في أرضهم من خلال تحفيزهم ودعمهم وتوفير الفرص التي ستساعدهم على بناء مستقبل واعد يساعدهم في تحقيق أحلامهم والعمل على إطلاق شركاتهم الخاصة التي ستضيف اقتصاد وطننا الحبيب. ولكي يتمكن شبابنا من إبراز دولة الكويت في العصر القادم ومواجهة التحديات العالمية الجديدة، فأكثر ما يحتاجونه هي وجود أشخاص يؤمنون بقدرتهم ويوفرون لهم الفرص المتاحة التي يطمح إليها العديد من الشباب الكويتي لإبراز مواهبهم. فاليوم هو أهم وأفضل وقت للاستثمار في الشباب الكويتي ومنحهم الفرصة التي تساهم في نقلة نوعية لوطن القالي الكويت. وها نحن نتقدم نحو خطوات ثابتة في تحقيق هذا الهدف.